سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائيات الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تقييم فعالية الأنشطة المنفذة لتحسين جودة التعليم في مديرية ابن حلال. مدرسة أسمر للموسيقى تخرج 26 طالبا بمستوى الشهادة. ومدرسة أسمر الفنية تخرج 93 طالبا. القوات الأمريكية تكمل انسحابها من قاعدة جوية بالنيجر. عقد قمة ثلاثية تجمع تركيا وروسيا وسوريا لبحث تطبيع العلاقات. والهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قام مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي بتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع والهيئات الحكومية لتحسين نتائج التعليم، بالإضافة إلى فعالياتها في العام الدراسي 2023-2024. وقال رئيس المكتب الأستاذ مالح كيروس إن نسبة النجاح بلغت 86% في جميع المراحل التعليمية في العام الدراسي الماضي، وهذا هو نتيجة العمل الفعال للمدارس بالتعاون مع أفراد المجتمع والإدارات. وأشاد الأستاذ مرح بمساهمة المجتمع في تجهيز الطاقة الشمسية وبناء البنية التحتية، وقال إنه تم تركيب الطاقة الشمسية في 11 مدرسة بالمديرية لتمكين الطلاب من تلقي التعليم السمعي والبصري. وقال المشرفون إنه تم تقديم تدريبات المعلمين في معظم المدارس، وحثوا على بذل جهود جادة لعلاج ضعف الاهتمام والغياب العرضي. وقال الأستاذ هبتزجي كيدان رئيس فرع التعليم بالإقليم الجنوبي إنه ينبغي تعزيز العلاقة الثلاثية لتحسين كفاءة عملية التدريس والتعلم، وأعرب عن تقديره للمبادرات المتخذة على مستوى المجتمع المحلي لسد النقص في المدارس ودعم سبل عيش المعلمين. في الختام أكدت القائم بأعمال مديرية ابن حيلي السيدة ترحس فقادو أن الإدارة ستقدم الدعم اللازم في الجهود المبذولة لرفع الأنشطة التعليمية إلى المستوى المطلوب. قامت مدرسة أسمر للموسيقى في السابع من شهر يوليو بتخريج 26 طالبا بمستوى الشهادات، حصلوا على دراسة نظرية وتطبيقية لفترة سنتين في مختلف مجالات الموسيقى. وأوضح مدير المدرسة السيد إلياس ولد جبريل أن دورات الخريجين تشمل الموسيقى الأساسية والتناغم وتاريخ الموسيقى وتطورها والإلمام بالأصوات والتأليف، و13 نوعا من الموسيقى بما في ذلك مدرسة الكتابة والغناء. وقال إن الدروس العملية تشمل 7 آلات موسيقية حديثة و4 آلات موسيقية وطنية تقليدية. وفي معرض حديثه عن المزايا والتحديات في عملية التعليم، قال إن الموسيقى هي أداة قوية للمواطنين للتنمية ورعاية ثقافتهم وهويتهم الموصى بهم، وحث جميع المواطنين والهيئات المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز تعليم الفنون والمساهمة في سد النقص في مدرسة أسمر للموسيقى. وقال الخريجون إنهم سيعملون بجد للمساهمة في تطوير الموسيقى في البلاد ونقل معرفتهم إلى الآخرين، لأن الموسيقى ليست مجرد فن يخلق متعة طبيعية ولكنها أيضا لغة عالمية. وشهدت المناسبة توزيع الجوائز على الخريجين المتفوقين ولا سيما طلاب السنة الأولى والثانية. من جهتها خرجت مدرسة أسمر الفنية اليوم يوم أمس 6 يوليو 93 طالبا في مجالات الميكانيكا والبناء والخراطة والإلكترونيات والكهرباء بعد دراسة لعامين بدرجات الشهادة. وأعرب مدير المدرسة الأستاذ سمر وردي عن إيمانه القوي بأن الطلاب سيستخدمون المعرفة التي اكتسبوها لخدمة شعبهم وبلدهم بتفان وإخلاص، لأن نظام التعليم في البلاد مجاني وبوسيلة تحقق العدالة والمساواة لكافة أفراد المجتمع. من جانبها قالت ممثلة الخريجين إن يوم التخرج هو يوم هام يسهم في تحمل المسؤولية وسيمارسون عملهم بوعي وطني عالي. وأوضح المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني بوزارة التعليم السيد فايسيوم أن الحكومة استثمرت بقوة في تجهيز المدرسة بآلات ومعدات حديثة.
هذا. وقد تأسست مدرسة أسمر الفنية عام 1954، وقامت بتخريج ما يقرب من 10,000 مهنيا خلال 70 عاما من الخدمة. اختتم في أرض المعارض الإكسبو في الخامس من يونيو أسبوع التنظيمات الشبابية في الإقليم الأوسط المنتظم لثلاثة أشهر منذ شهر أبريل الماضي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلة في مراسم الاختتام، أوضح أن البرنامج شارك فيه شباب من جميع مديريات الإقليم وله رسالة كبيرة في تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية السيد روبي الكبد إن الهدف الأساسي من أسبوع الشباب هو خلق الأرضية الملائمة للشباب لعرض مواهبهم ومهاراتهم وإبداعهم وكفاءتهم. وفي الختام تم توزيع الميداليات والجوائز المالية على الفائزين وجائزة خاصة لمديرية أخريا لتفوقها في كافة المناشط والسباقات. ودعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين المشاركين، دعاهم إلى العمل على توسيع وتطوير البرامج لما لها من أهمية كبيرة. قام فرع وزارة الزراعة بإقليم القاشبركة في الثالث من يوليو بتخريج أعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية الذين حصلوا على تدريب نظري وتطبيقي حول تحضير الأسمدة الطبيعية. وأوضح المهندس إبراهيم علي مدير التدريب الأكاديمي والمهني بمكتب ساوى الزراعي في التقرير الذي قدمه، أوضح أن تنفيذ البرنامج يتطلب عمالة مدربة، وأن 43 فردا من جميع الأقسام اللوجستية وشركات التصنيع بمركز التدريب قاموا بإعداد سماد مخلفات المطبخ، وتم تدريب تأثيرات الأسمدة الكيماوية أيضا. وأشار ممثل الخريجين أن التدريب اشتمل على تحضير الأسمدة الطبيعية السائلة واستخدام الأسمدة السائلة والمبيدات المصنوعة من الطحالب البحرية ومخلفات الأسماك، وتحضير الأسمدة الطبيعية بالمادة الجافة، وتحضير الأسمدة الطبيعية من مخلفات المطبخ ومخلفات الطعام أيضا. وأكد أنهم سيعملون على اجتيازها للآخرين وعكس ذلك في العمل العملي على أرض الواقع. وحث قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي المتدربين على العمل الجاد بالمعرفة التي اكتسبوها لإثراء الإنتاج الزراعي. إلى جانب ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية عن تخريج 327 من أعضاء وزارة الزراعة الذين تم تدريبهم لمدة عام تقريبا اعتبارا من أغسطس 2023 في مجالات البستنة والدواجن والنحل وإنتاج الغاز الحيوي من ساوة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال الجنرال الأمريكي ينسق انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، إنه من المقرر أن يكمل الجيش الأمريكي انسحابه من القاعدة الجوية 101 في نيامي عاصمة النيجر. وأمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر في أبريل الولايات المتحدة بسحب قرابة 1000 عسكري من البلاد، وستتولى حكومة النيجر السيطرة على المناطق والمرافق الأمريكية السابقة. وكانت النيجر حتى الانقلاب الذي شهدته العام الماضي شريكا رئيسيا إلى جانب واشنطن في قتال جماعات مسلحة في الساحل الأفريقي قتلوا الآلاف وتسببوا في نزوح الملايين. ولا يعرف حتى الآن مصير تلك القاعدة الجوية بعد انسحاب الأمريكيين عنها، وهل ستتولى القوات الحكومية تشغيلها أم ستكون مقرا لقوات أخرى، خصوصا مع بدء وصول قوات روسية إلى النيجر. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن احتمال عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في أنقرة دون تحديد موعد لها، مشيرا إلى أنه إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة. وكان أردوغان قد التقى وبوتين على هامش أعمال قمة شنغهاي، وجرى بحث الملف السوري في ظل التحركات الروسية الأخيرة لاستئناف محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وكرر أردوغان خلال لقائه بوتين في أستانا دعوته لزيارة تركيا بعدما تأجلت منذ فبراير المنصرم رغم إعلان أنقرة مرات عدة عن إتمامها، بينما كان الكرملين يؤكد في كل مرة أنه لا توجد موعد محدد.
اجتمع وزير الدفاع الهندي راجناك سينج ونظيرها الصيني وي فانغ خير على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، واتفقا على السعي لتخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الهندية أن البلدين اتفقا على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنها أن يعقد الوضع أو يصعد الأمور في المناطق الحدودية. وكان الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو أول اتصال وزاري رفيع المستوى بين الدولتين منذ اشتباك حدودي دموي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا، وتسبب في عدم لم يتم الكشف في عدد لم يتم الكشف عنه من الإصابات في الجانب الصيني. وجرت عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية منذ ذلك الحين، لكن الوضع لا يزال متوترا. الخبر الأخير في هذه النشرة، أفادت وكالة انترفاكس الروسية بأن وزارة الدفاع الروسية تجري مناورات عسكرية تشارك فيها أنظمة صواريخ نووية متنقلة. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تجري تدريبات تشمل قاذفة صواريخ نووية متنقلة. وجاء في الإعلان أن فرق مجمعات الصواريخ يارا المكونة من فرقتين ستسافر أكثر من 100 كيلومتر وستقوم بأنشطة التموية والانتشار، مضيفا أنه في المستقبل سيتم تضمين المزيد من الحسابات القتالية في التدريبات. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. تقييم فعالية الأنشطة المنفذة لتحسين جودة التعليم في مدينة المحلية. مدرسة أسمرة للموسيقى تخرج 26 طالبا بمستوى الشهادة. ومدرسة أسمرة الفنية تخرج 93 طالبا وطالبة. القوات الأمريكية تكمل انسحابها من قاعدة جوية بالنيجر. عقد قمة ثلاثية تجمع تركيا وروسيا وسوريا لبحث تطبيع العلاقات. الهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود. مشاهدين، هكذا انتهت نشرة هذا المساء، نترككم مع ما تبقى من فقرات برنامج الفضائية لإريتريا، وتحديدا برنامج تهنئات حول إنجاز الدراج بنيام قرماي والزميل مكيل حدقو.